قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن مخاوف موسكو الأساسية كمنع توسيع الناتو ورفض وضع أنظمة صاروخية بالقرب من الحدود الروسية لم تؤخذ بعين الاعتبار. ها هو الآخر، وزير الخارجية الروسي قال أن الرد يصبح بالاعتماد على بداية محادثات جادة على قضايا ثانوية، معترفة بعدم وجود رد فعل إيجابي على القضية الرئيسية في هذه الوثيقة هي عدم توسيع الناتو شرقا، ما يحسب أيضا على المطلب الروسي بامتناع الغرب عن نشر أنظمة صاروخية في المناطق التي يمكن أن تشكل تهديدا على روسيا.